للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو الباحث بوحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية رسام العقيد الركن حاتم الفلاحي. سيادة العقيد مرحبا بك. مرحبا بك. سيادة العقيد الركن، يعني صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أعطت احتمالات بأن يصبح العراق ساحة للصراع الأمريكي الإيراني، إلى أي مدى تتفق مع ذلك؟ نعم، أكيد أنا أتفق بشكل كبير جدا على أن العراق هو واحدة من ساحات متعددة قد تكون في الفترة المقبلة يعني. والدليل على هذا بأنه تصريحات السفير الإيراني واضحة جدا بأنه تواجد القوات الأمريكية أينما كان ستكون هدف بالنسبة لإيران، ولكن السؤال كيف سترد إيران على هذه القوات المتواجدة سواء كانت في العراق أو في مناطق أخرى. هناك أنا أعتقد بأنه أسلوبين للرد، أحدهما داخلي، نستطيع أن نقول بأن ميليشيات الحشد الشعبي ستقوم بمثل هذا الرد، وهناك تصريحات لكثير من قيادات هذه الميليشيات مثل حزب الله وقيس الخزعلي وكثير من القيادات الأخرى التي صرحت نهارا جهارا بأنها ستكون مع الولي الفقيه في أي مواجهة مقبلة مع إيران وستقف مع إيران في هذه المواجهة، وبالتالي هذا جانب. والجانب الآخر يمكن أن تستخدم صواريخ الباليستية أو صواريخ الكروز أو الطائرات المسيرة لضرب هذه القواعد الأمريكية. فبالتالي أنا أعتقد أن العراق هو ساحة صراع واضحة جدا يعني للصراع الأمريكي المقبل إذا ما كان مع الولايات المتحدة الأمريكية. هذا على الرغم مما قاله وما قالته وزارة الدفاع في العراق من أنها لن تسمح أو ترفض تهديدات إيران تجاه أمريكا وأمريكا تجاه إيران في هذا الموضوع. والله أنا أعتقد بأن وزارة الدفاع هي ترفض في العلن وفي التصريح، ولكن على أرض الواقع من يمسك زمام الأمور؟ يمسكها الحشد الشعبي. من شكل الحكومة هو الحشد الشعبي، وبالتالي إيران لديها هناك نستطيع أن نقول أدوات سياسية وعسكرية تحكم فيها السيطرة على إدارة البلد بشكل كبير جدا. ووزارة الدفاع أنا أعتقد أنها لا تملك من أمرها شيء، والدليل على هذا بأنه تم إصدار قرار في الفترة السابقة بهيكلية للحشد الشعبي كأنما نحن بصدد تشكيل جيش موازي لوزارة الدفاع العراقية، حتى أن أصبح لدينا مثلا الآن عندما نتكلم عن وزارة الدفاع ووزارة الداخلية وقوات بيشمرقة وجهاز مكافحة الإرهاب والحشد الشعبي، نتكلم عن 5 جيوش في العراق الآن. لذلك أنا أعتقد من الصعب جدا الآن أن نقول بأن جميع هذه القوات تأتمر بأمرة القائد العام للقوات المسلحة، لأن لا توجد هناك قيادة مركزية تدير جميع هذه القوات، وإنما كل قيادة لديها غرفة عمليات لديها عمليات ولديها تخطيط ولديها مديرية تسليح وتجهيز وما إلى ذلك. إذا نتكلم نحن عن جيوش منفصلة حقيقة عن بقية القطاعات الأخرى سواء كانت في جهاز مكافحة الإرهاب أو حتى في الحشد الشعبي أو قوات البيشمركة. إذن كيف يمكن أن يوقف النشاط الإيراني على أرض العراق في ظل تهديدات إيران المتوالية باستهداف القوات الأمريكية على أرض العراق؟ نعم، في إشارة بسيطة يعني بأنه إيران استخدمت في الفترة السابقة استخدمت الميليشيات للقتال في سوريا، استخدمت هذه ورأينا احنا المواقف حتى الحكومية من قضية البحرين، رأينا المواقف من قضية اليمن، ورأينا كيف استقبلت الحكومة وكثير من الأحزاب السياسية استقبلت وفود سياسية للحوثي وغيرها من الأمور. إذا نحن نتكلم عن مشروع متكامل تديره إيران وهناك أدوات له في جميع هذه البلدان ومن ضمنها العراق. لذلك أنا أعتقد بأنه هذه المسألة يعني أصبحت الآن واقع في العراق، لا يمكن الآن مواجهة نستطيع أن نقول التواجد الإيراني في العراق بمواجهة هذه الميليشيات، بحيث سيكون هناك اقتتال داخلي وهو ما لا تريد أن تلجأ إليه لا الحكومة العراقية ولا إيران في هذه الفترة. لذلك أنا أعتقد بأن الوضع معقد بشكل كبير جدا في العراق، والحكومة عاجزة وغير قادرة على مواجهة هذه الميليشيات لا عسكريا ولا سياسيا الآن. سيد العقيد، يعني في الحقيقة هناك أصوات كثيرة تخرج في أمريكا تطالب بالرد الأمريكي الواضح على تهديد إيران، لكن يبدو أن إيران وأمريكا اختارتا أن تكون المعركة على غير أراضيهما، بمعنى أن إيران تحارب أو تهدد الأمريكان وغيرهم في المنطقة من حلفاء الأمريكان من خلال أراضي العراق واليمن وغيرها، والأمريكان أيضا يلعبون في هذا الجانب أو في هذه الملاعب من خلال الطائرات الإسرائيلية التي تضرب في العراق وفي غيرها من الأماكن. هل اتفق الطرفان على هذه اللعبة بتلك الطريقة؟ نعم، بداية دعنا نقول بأنه كيف يتخذ قرار الحرب في الولايات المتحدة الأمريكية، هناك مفاعيل داخلية تتدخل في اتخاذ هذا القرار. أولا الرأي العام الرأي العام الأمريكي، هل هناك رأي عام داعم للتصعيد العسكري ضد إيران؟
أنا أعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية وعلى لسان الإدارة الحالية تقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية دخلت في حروب عبثية في الفترة السابقة لم تجني منها شيء، وبالتالي لن ندافع عن أحد نحن في المنطقة في هذه الفترة. أضف إلى هذا بأن البنتاغون كثير من القادة العسكريين اختلفوا مع ترامب في الفترة السابقة مع الإدارة الأمريكية الحالية، وأرسلوا خطاب إلى الكونغرس يحذر من أي مواجهة مقبلة مع إيران، وبالتالي يجب أن يخضع القرار العسكري إلى موافقة الكونغرس، علما بأن الكونغرس يشاطر أيضا البنتاغون هذه ويتفق معه بأنه إذا كان هناك تصعيد يجب أن يكون القرار يجب أن يمر عن طريق الكونغرس الأمريكي الذي يسيطر عليه الديمقراطيين. نعم. وبالتالي هناك ثلاث جهات رئيسية يجب أن تكون فاعلة في اتخاذ قرار الحرب مع إيران. لكن نحن نتحدث فيما دون الحرب في الحقيقة. نعم. هذا اولا. المساله الاخرى الان حتى بعد التصعيد مال يعني ما ضرب ارامكو التصعيد الامريكي الان هو بتجديد العقوبات الامريكيه وبيع اسلحه ومعدات وارسالها الى السعوديه، ليس الا يعني ليس هناك تصعيد عسكري واضح من قبل الولايات المتحده الامريكيه باتجاه ايران، لذلك هم اختاروا منذ البدايه بتغيير سلوك النظام عن طريق الضغط الاقتصادي والحصار السياسي، وهذا ما يفرض على ايران لحد هذه اللحظه. ما الذي يمنع امريكا عن توجيه ضربه لايران طوال هذه المده؟ نعم اكيد المصالح الامريكيه تنتشر في المنطقه بشكل كبير جدا، وبالتالي اي ضربه امريكيه الى ايران ستكون هناك رده فعل ايرانيه، رده الفعل الايرانيه قد تكون غير محسوبه بالنسبه للولايات المتحده الامريكيه، خصوصا وان مصالحها تنتشر بشكل كبير جدا، وهناك ادوات ايرانيه تنتشر على مساحه كبيره جدا، فلذلك انا اعتقد بان الطرفين لا يريدون المواجهه المباشره، لان المواجهه المباشره انا اعتقد بانها تصل الى سياسه حافه الهاويه، بحيث يجب ان يكون هناك تغيير في النظام في ايران او تكون هناك مبادئ عسكريه واضحة لإيران بحيث تسيطر على زمام الأمر في المنطقة، وهذا ما لا تسمح به الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك الآن أرى بأنه حرب الوكالة هو موجود بشكل كبير جدا، إسرائيل تقوم بضربات جوية، والولايات المتحدة الأمريكية أيضا تقوم باستفزازات بإسقاط طائرة مسيرة، بإطلاق صواريخ كاتيوشا، بإطلاق قنابر هاون مثل ما حصل على السفارة الأمريكية قبل أيام، وبالتالي ستستمر هذه الهجمات المجهولة ما بين الطرفين سواء كانت من الولايات المتحدة الأمريكية أو من إيران إلى أن يتم اتخاذ أو الاتفاق إما على قرار القرار سياسي بالاتفاق على الملف النووي الإيراني وكتابة اتفاق جديد، أو يكون هناك تصعيد عسكري في الفترة المقبلة ولكن ليس في هذه الفترة. نعم. التصعيد العسكري إذن محتمل، تصعيد عسكري محتمل في الفترة المقبلة، هل نحن نتكلم عن مدة زمنية معينة وخاصة أننا أمام تطورات كبيرة حصلت في أمريكا والرئيس الأمريكي وضعه ليس جيدا الآن وأنت تعرف ما قد يحصل معه خلال الفترة المقبلة؟ التصعيد العسكري محتمل في حالة واحدة، أن تتعرض المصالح الأمريكية أو الأمن القومي الأمريكي للخطر، أي تكون هناك ضربات. في الحقيقة إيران لا تستهدفها بشكل مباشر أبدا. نعم. حتى يعني المرة الوحيدة التي تم استهدافها عندما أسقطت الطائرة المسيرة. نعم. وكان هناك قرار باتخاذ ضربة ولكن تراجع عنه ترامب في اللحظات الأخيرة. إذا لم تتعرض هذه المصالح أو الأمن القومي الأمريكي إلى الخطر بصورة واضحة لن يكون هناك قرار بالتصعيد. لذلك أنا أعتقد بأنه الطرفين لا يريدون هذه المواجهة، والطرفين يدفعون باتجاه الحل السياسي أو حرب الوكالة إلى أن يتم الاتفاق على مثل هذه الأمور. نشكرك شكرا جزيلا. ضيفنا في الاستوديو الباحث بوحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية رسام العقيد ركن حاتم الفلاحي، شكرا لك. شكرا.